السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. بسم الله نبدأ، وإن شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير معاكم ان غاتو سيك تاع بكري، كانت ديره لنا لا مامون تاعي وجدتي الله يرحمها. الوغ واش يلزمنا؟ الحاجة الأولى راح نديرو البيض. عندي زوج حبات نتاع بيض، نديرهم هما الأولين. ما فيش مقادير بزاف، هذا سان غاتو سيك تاع كل يوم. انا وعندي هنايا 180 غرام تاع سكر. الوغ دو زو 180 غرام دو سكر، راح نخدمهم. هاي نخدم فيها من حيد هنايا حتى هادي تولي بيضة، الخليط يولي بيض كيما راكم تشوفوا. السكر كاع يدوب. تبغوا ديروا بالباتور ديروا تاني بالباتور. هنا راني رايحة نزيد 80 مليليتر تاع الزيت، 80 مليليتر دويل. نديرها هنا ونزيد 60 مليليتر تاع الحليب، 60 مليليتر دولي. فوالا نزيد معاهم هنا لوزاز تاع الليم. لو زيست دان سيترون، بشر الليمون كيما نقولو حنايا. فوالا نزيد عليهم اون بانسي دو سيل، قريصة نتاع الملح. هايلا فوالا. ودروك نشفها بالفارينة. الفارينة هنايا عندي في لا غوسيت 550 غرام، 550 غرام تاع فارينة. ربما تجي كتر ربما تجي اقل، كاين فرينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. فوالا نديرو غير بشويه. راح نزيد معاها هنايا باكي تاع خميره، ان باكي دو لوفيغ شيميك. فوالا الى ديرو الباتور، مي تبغو ديرو فرينة نشو بيدكم، عجنوها بليتو بيدكم، باسكو تولي كيما تاع الطورنو، هي كيما حلوة تاع الطابع. تولي تتلصق في ليا، تولي اون بات كولونت. هاي لاباط تاعي كملت هنايا، قطعت لكم باسكو باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. هذيك ال 550 غرام تاع الفارينه، 550 غرام تاع الفارين استعملتها كامل، جات لي ليشان، جاتني سوا سوا معاها، ما زدت ما نقصت. ما استعملت واش تدينا فارينه، ما استعملت الفارينه تاع سفينه. هاي لا جاتني شابه. فوالا هاي لا دوك نروحو نجيبو السني ونديرها قدامكم. فوالا لاباط تاعنا نديروها اون بودان، نقسموها هكا باش تجينا ساهله في الفاصوناج. نكبدو هكا تاني، نقسموها هكا هكا تجينا ساهله. فوالا حلوة هادي، نربضوها في السكر. عندي هنايا السكر، فوالا نكبدو هكا. هيا لا قدامكم نبلاطوها هكا بيدينا هكا. فوالا نرمدها في السكر. هيا لا ونديرها هنا في السني هكا. تنساوش بلي فيها الخميره تخمر. نعاود نزيد تاني الحبه الزاوجه تاني قدامكم. اي الا قيس نزيدها شويه سي بون.
نعطيها هكا بيدي، هاهي هنا هكا، نديرها في السكر تاني ونعاود نحطها هكا على قفا، نديرو السكر غير من جهة وحدة. أنا نكمل ونعاود نرجع معاكم. فوالا الحلوة تاعي هي اللي كملتها، هاهي اللي شوفو نوريه لكم هنايا، تجي مبلاطية هكا، نديرولها السكر غير منا، هذا منا ما نديروش فيه، نحطوها هكا. دروك ندخلها الفوق طيب ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو مع بعض. فوالا هاي الحلوة تاعنا هنايا راهي طابت كيما نقولو حنايا، لي دوا دو في ولا دي سيجار هكا ولا كاين تعيطولهم خبيزات. ان شاء الله برك الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. دروك مابقالي نقولكم غير تبقاو على خير وفرصة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.